ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات، فاستبقوا الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب هذا الفضاء الخيري، نقضي وإياكم قرابة الساعة في فعل الخيرات. إذن فاستبقوا الخيرات وانضموا إلينا مشاهدينا الكرام. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أيضا أرحب كل من أخي بلال سويسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. يا مرحبا، شكرا. وأيضا أرحب بأخي الدكتور موسى جوادر، مرحبا بك أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدا لوجودي معكم ومع المشاهدين. وأنا أسعد والمشاهدين أسعد أيضا بلقائنا في هذا الفضاء الخيري كما قلت. إذن وش نقول لهم دكتور؟ نقول لهم فاستبقوا الخيرات. نعم. ويتذكروا دائما السابقون السابقون أخي بلال، أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم. إذن كونوا من السابقون السابقون إن شاء الله. مرحبا بالجميع، جلسة مباركة إن شاء الله. تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام من أجل جبر الخواطر، من أجل إدخال السرور على قلوب إخواننا المساكين والمحتاجين. إذا بسم الله نبدأ هذا العدد الجديد من برنامج فاستبقوا الخيرات. في هذه الأيام المباركات يشتغل المؤمنون بالتقرب من الله بفعل الطاعات، امتثالا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الآية. وفي آية أخرى يقول تعالى حاثا ومراغبا على الإنفاق في سبيله: مخلصين لله لا نبتغي سواه، بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الآية. وحتى نتقرب من الله لا بد من الاقتراب والتقرب من المساكين والمحتاجين والفقراء والضعفاء من المجتمع. أخي بلال. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه كما يقال أننا في هذه الأيام الفاضلات، نحن في شهر شعبان في النصف الثاني منه، وهذا الشهر شهر مبارك، شهر من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متتاليات وواحد منفرد وهو شهر شعبان. شهر شعبان شهر عظيم، شهر القراء كما يقال، شهر كان يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره، خاصة في عبادة الصوم، كما قالت السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في غير ما حديث، ولا حديث في الصحاح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت في مقدمة كلامها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، لا يفطر، نعم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا صيام رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، في شعبان. فكان يصوم جل شعبان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ هذا بعض الصحابة كأسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قال: يا رسول الله، إني أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. ماذا أجابه؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و ورمضان. ورمضان. وأنا عفوا أنا أخطأت، قلت شعبان شهر محرم، رجب الذي هو شهر محرم، عفوا، صح المعلومة، سبحان الله، مزيد. نعم. فلماذا يغفل الناس عنه؟ لأنه اكتنفه شهران عظيمان: شهر رجب شهر تعظم يعظمونه شهر محرم،
وشهر رمضان شهر مبارك معروف تعظيم المسلمين له، شهر مبارك اختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن إلى غيرها. فلما اكتنفه شهران عظيمان اشتغل الناس بهما وغفلوا عن هذا الشهر. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع شهر ترفع فيه الأعمال، الرفع السنوي، هناك رفع أسبوعي تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يعني كان معادي أخوه، كان منيف أخوه أو أخته، سواء الأخ من الرحم أخوه الحقيقي أو أخوة الإسلام. نعم، فهذين ماذا يقال لهما؟ فيقول الله عز وجل أنظرا أمهلا، اتركوهم، أنظرا يعني هذين لا أغفر لهما حتى يتسامح، حتى يتصالح، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فحري بالمسلم أن يتصالح مع أخيه، فلا يحل لامرئ أن يهجر أخاه، أخاه سواء كما قلنا في أخوة الإسلام أو في الرحم، لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه أكثر من 3 أيام. نعم. رخص لك، يمكن تتزعف مع أخوك ولا أختك ولا خالتك ولا عمتك ولا واحد صاحبك، يجوز لك أن تهجره 3 أيام حتى يروح الزعاف، يمكن 3 أيام كي يرتدع، خاصة إن أخطأ في حقك، فوق 3 أيام لا يجوز، لا يجوز، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بالسلام. فهذه نصيحة، هذه رسالة لنفسي ولإخواني، أن الإنسان يتسامح إذا أراد أن يغفر الله له فيتسامح مع إخوانه. والعرض، هناك عرض يومي أيضا والعرض السنوي في هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالإنسان يكثر من الصيام من الأعمال الصالحة في هذا الشهر، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ومن أفضل الأعمال الصدقة وإعانة الناس وإدخال السرور على قلوب الضعفاء المساكين المرضى المحتاجين الأرامل اليتامى. هذا من أفضل الأعمال، لأن الخير الذي يتعدى نفعه إلى غيرك هذا من أفضل الأعمال. على دائما ما نقولها، لماذا فضل العالم على العابد؟ العابد هو في خير، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى خيره لا يتعدى نفسه. أما العالم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، بل الخير خيره تعدى إلى غيره، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر تستغفر للعالم لما أصابها من الخير. العالم يقول لك ما تقتلش هذه مثلا النحلة وهذه النملة وهذه كذا، ولا تعذب هذا ولا، فخير العالم تعدى. وخير المتصدق والمحسن والسخي والكريم، ولا أشك أن كل من يشاهدني ويسمعني من هذا الصنف الكرماء الأسخياء المحسنين، وقد عودونا، نعم، على هذا الذي عهدناه منهم الحمد لله في هذه الحصة المباركة من هذا المنبر، في كل المشاريع التي أطلقناها. نعم. أستاذ، فجزا الله خيرا كل من أعان، ولو آمين بالكلمة، ولو بالدعاء، نعم، ولو بالدعاء، نعم، نعم، ولو بالدعاء للمحسنين، ولنا بأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لمواصلة هذا المشوار. فهذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، المنبغي للإنسان أن يكثر فيه من الطاعة، إن استطاع أن يصوم ويفتح الله عز وجل له باب الصيام وييسر له فبها ونعمت، فإن لم ييسر له باب الصيام هناك أبواب عديدة منها باب الصدقة، باب أن تعين الصدقة. الفقراء، وهذه أقولها، قد كان سلفنا، أقصد بسلفنا مثلا الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى غيرهم وتابعوهم، قد كانوا يتحرون إخراج زكاتهم في شعبان. لماذا؟ كي يعينوا الناس على التفرغ لطاعة الله وعبادة الله في شهر رمضان، كانوا يحسبون أموالهم ويخرجون زكاة أموالهم. نعم، ويجبرون الخواطر. نعم. و... فالإنسان المنبغي له أن يعين إخوانه ويحس جاي رمضان، ويحس بهم قفة رمضان الحمد لله رأي في كل مسجد. صحيح. في كل حي، في كل، والحمد لله في منبرنا هذا، فيعين هؤلاء وتدخل في باب الإعانة، تدخل في باب تفطير الصائم، ومن فطر صائما فكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. صح. فتخيل الإنسان يصوم 30 يوما، وذي قلتها أظن، وكين بعض الناس يصومون 60 يوما،
وبعض الناس يصومون 100 يوم يفطرون الصائمين ولو بشربة أو ولو بتمرات، يمكن الله أعلم، وفضل الله عز وجل عظيم، وقد يجازي على الشيء اليسير بالكثير. فقد تتصدق بتمرات في المسجد أو غيرها، قد يكتب الله عز وجل لك نعم تفطير صائم. ومن يساهم في قفة رمضان؟ قفة رمضان الحمد لله تقريبا في هذه السنة يعني في المساجد وغيرها ما بين 5000 دينار 8000 دينار 5000 دينار 500000 800000 800000 يعني قفة ما شاء الله مليحة ما شاء الله. نعم، قد تكفي العائلة الصغيرة، قد تكفي قد تكفي العائلة الصغيرة. الحمد لله الإنسان نعم يمكن يبحث عن هذه السبل أو قفتين. نعم، نعم. قد يبحث عن هذه السبل في زمرة هؤلاء الذين لهم أجر من فطروا الصائم. الإنسان لا يبخل على نفسه. نعم، بالنسبة نعم. للشعبان كان يعني شائع الناس اللي يظنوا باللي إخراج الزكاة هو في عاشوراء. نعم، وأنت راك ذكرت يعني شيء مهم بزاف، لأن رمضان يكون مقبل، الناس محتاجين إلى نعم. أموال باش يشريوا باش يكسيوا الأولاد باش يعقبوا رمضان مليح. فهذه نقطة مهمة بزاف تاع الإنسان اللي خرج الزكاة نتاعو في شعبان، تكون أنا نظن تكون يعني المنفعة نتاعها أكثر من يوم واحد آخر بالنسبة للقدوم تاع شهر رمضان المقبل. هي عادتنا الذي اعتاده الجزائريون أو الجزائريين أقصد، أنهم يخرجون زكاتهم في شهر المحرم في عاشوراء وغيرها. ولكن هي الزكاة زكاة الأموال لها شرطان، النصاب وحولان الحول. قد يكون حولك أنت في شهر شعبان والآخر في محرم والآخر في صفر وذي القعدة، ولكن كما أفتى العلماء أنه يجوز تقديم الزكاة، لا يجوز تأخيرها إلا للضرورة. أما تقديمها فيجوز تقديمها، يمكن تكون زكاة مالك أنت في محرم، وبين محرم ورمضان كم شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني 3 أشهر يجوز لك أن تقدم زكاة أموالك للضرورة أو غيرها لتنفع إخوانك. ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. شكرا على هذا التذكير. نعم. أخي بلال، وهذا التوضيح وهذا التنوير، وهكذا نعرف الناس بسبل فعل الخيرات إن شاء وهي الله. يعني ما شاء الله يعني نقدروا بلا سبل الخير كثيرة نحسبوها ما نلقاوش يعني سبل الخير كثيرة. أبو ذر رضي الله عنه حديث صحيح، أبو ذر كثير الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الخير عن الشر، معروف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات فذكر له وعدد له، يسأله إن لم أستطع إن لم أقدر إن لم أجد، فقال له إن لم أستطع، قال له تعين صانعا أو أخرقا يعني بجهدك، قال له إن لم أستطع. وهو في ذلك يتعلم ويعلم. نعم، يعلمنا. قال له تكف شرك عن الناس فهي صدقة عليك. سبحان الله، ولو أن تكف شرك. والمسلم هذا هو الحقيقي، المسلم الذي يريده الله عز وجل، الخليفة في الأرض، المسلم كامل الإسلام، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحقيقي، المسلم المثالي، الصورة الحقيقية للمسلم. وشن هي؟ نلخصها النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه الجارحتين. ف خاصة اللسان يعني نعم. يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. معروف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لما ذكرت له في مجلسه صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، وصيغة مبالغة، يعني تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها فيها عيب واحد، كما قالوا ديف واحد، عيب واحد، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط. بلسانها نعم، يمكن لسانها، يمكن تكتب في صفحات الفيسبوك، يمكن كذا، يمكن تمعني مثلا. نعم، بلسانها. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لنا، هذا السؤال وجه لنا، لداهن قليلا. وش نقوله؟ وهذا هو المنبغي علينا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا لها تلك الحسن هذه سيئة تغمر في بحر حسناتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها، هي في النار. اللسان قال حديث معاذ طويل، قال له أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، يعني ربي حسبنا. وش نقوله؟ قالوا ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحديث المفلس في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
به نختم على بالي طولنا لان الحديث مش حديثنا، لكن هذا باب النصائح لانفسنا ولاخواننا ونحن نعم. نريد الخير ان شاء الله لهم، نريد الاصلاح ما استطاع ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ فاجاب الصحابه بالظاهر: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس، المفلس المفلس الذي بالك يمكن بائع افلس أكل رأس ماله، يعني رأس ماله ما جابوش، هذا هو المفلس. المفلس قالوا فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي، يعني كأنه قال لها مش هذا هو المفلس الحقيقي، المفلس الحقيقي اللي هو يوم القيامة. قال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة مش اللي ما صلاش وما دارش خير، لا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يعني وحج وعمرة، يمكن حسنات كبيرة ولكنه لم يحافظ عليه، هذا رأس المال، هذا هو المغبون الحقيقي، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطي هذا من حسناته، أو يعطى فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته يوم القيامة على حسب المظالم يصرفها. يمكن كاين إنسان تكلم في مليون واحد أو ألف واحد، يجيه ألف واحد يوم القيامة، لا حول ولا قوة، أخذ مال، أخذ مال يمكن يخدم في حاجة، أخذ مال جملين إنسان، ولو دراهم معدودة يعني بسيطة، يوم القيامة يجيه الجملين واحد، والله أعلم الجملين واحد يدو حسنات، إن هي إلا حسنة، ما كان لا درهم لا دراهم ثم والو، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته اللي خدمها قبل أن يقضي ما عليه ديون، قال يطرح من خطاياهم، يجيك واحد يقول لك أنا يديت لي 100,000 أعطي لي حسنات، يجي نحو لك حسنات إخلاص، نسأل الله العفو والعافية، يؤخذ من سيئات ذلك الشخص الذي ضربته أو أخذت ماله أو تكلمت فيه أو في عرضه أو كتبت على جدران فيسبوك عليه اتهمت مثلا، فيؤخذ ويؤخذ من سيئاته فتطرح على الإنسان ثم يطرح في النار والعياذ بالله. الإنسان يحرص كل الحرص، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هذه الجوارح، اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان، اللسان شيء عظيم. يا رب استرنا، يا رب استرنا. شكرا على هذا التذكير أخي بلال، ما خرجناش على الموضوع لأنه في كل مواضيعنا يعني نذكروا فيها بالخير، وهذا خير لينا وللناس. ما نخليكش تزيد تكلم صح ولا غير نقول لكم لأنه سيد قبلي معنا على الهاتف مش مخلوش ينتظر كثير. نعود فقط نذكر مشاهدينا الكرام قبل ما ناخذ الاتصال مع السيد قبلي وهو رئيس جمعية دار السلام لرعاية الأيتام عين طاين، نذكرهم بالآية، الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، صدق الله العظيم. ذكروا فقط هذه الآية وتعاونوا وقولوا بسم الله، بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، سنساعد إخواننا من الضعفاء ومن المحتاجين. إذن كما أيضا عودناكم أطلقنا في عندنا الآن مدة شهرين هكذا أخي بلال، هكذا دكتور، شهرين مدة شهرين أطلقنا عدة حملات تضامنية خيرية لفائدة إخواننا المحتاجين. أطلقنا مشروع قفة رمضان لباس العيد مع ثلاث جمعيات، والجمعية الأولى هي جمعية دار السلام لرعاية الأيتام عين طايا، والجمعية الثانية هي جمعية كافل اليتيم بباريكا وهي تمشي في قوافل الخير، وأيضا جمعية ثالثة وهي حملات طبية حتى الصحة هي خير. نعم. الآن نتصل مع السيد محمد قبلي وهو رئيس جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بعين طايا. قل لك أخي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ، اشتقنا لكم جميعا، ونشكر طاقم قناة القرآن الكريم وخاصة حصة تستبق الخيرات، نقدم لكم نقول لكم السلام عليكم، وإن شاء الله يتقبل منا ما يحب ويرضى، وخاصة لك وللمرافقين تاعك والكامل طاقم الحصة، نقول لكم بارك الله فيكم وتوحشناكم
وانت بالنسبه لك حج مبرور ان شاء الله وجنب مغفور وكل عام وانت طيبه ان شاء الله. ربي يفوت لك على الحج. شكرا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حجه يا ربي حجه. نرجعوا سيد قبلي قبل ما قبل هو قفه رمضان. نعم قبل هذا سيد قبلي رايحين تبداوا احنا اتفقنا في بدايه الحمله انكم تجمعوا أموال لمساعدة الفقراء والمحتاجين اللي كانت هي 1000 عائلة. نعم. لكن في البارح وانا نتكلم معك قلت لي رفعنا سقفناها إلى 1500 قفة و1000 لباس عيد لليتامى. يوم الأربعاء إن شاء الله راح تبدأوا في التوزيع. قبل هذا كيفاش راهي عملية جمع الأموال لهذه الحملة ولهذا العام 2023 أو رمضان 2023؟ هل هي يعني مليحة بطيئة؟ كيف شاركت فيها؟ تقدر أيضا تقدم نداءك للمحسنين والمحسنات؟ والله أستاذ نقول لك حاجة الأولى نقول للدكتور بارك الله فيك ما تنسونيش رقم الهاتف لأن الرقم كي يكون ما كانش رقم الهاتف الأمور تكون شوية ناقصة لذلك نطلب من المخرج يكثرنا شوية من رقم الهاتف حتى نقدروا المحسنين يقدروا يتواصلوا معنا ويعرفوا الشعار تاعكم الشعار تاعكم الله وبدلوه رقم هاتف خلاص الطريقه اللي يتواصلوا معنا افضل واحسن استاذ كيما رجعنا ان شاء الله سيظهر رقم الهاتف على الشاشه يعني ما شاء الله الشعب الجزائري طيب وكريم وفيه الخير يعني والحمد لله يا ربي وإحنا بعد ما انتهينا من المجمع الخيري تاعنا الان اصبحنا في نوع من الاريحيه يعني نوع من الاريحيه الحمد لله يا ربي لذلك رفعنا السقف تاعنا الى 1500 قفه يعني هذا كحد ادنى ان شاء الله نوصلوا ل 2000 قفه باذن الله ان شاء الله باش نقول لكم الان بركي دخلت مباشره كنا في جمع المواد الغذائيه لهذا الوقت كنا نجمعوا في المواد الغذائيه نشكر كل الناس اللي راهم يساهموا معنا ونزيد نقول للاخوان يساهموا معنا لان الوقت مازال كاين شويه ومازال الوقت يعني حقيقة شحال جمعتوا يعني لغاية الساعة؟ لحد الآن رانا جمعنا 800 قفة يعني 800 قفة الله يبارك بمجاميعها يعني كل شيء راه واجب لحد الآن وش فيها وش فيها؟ قلنا هكذا بالك المحسنين يحبوا يزيدوا سيد قبلي إن شاء الله وبالمحسنين تاعنا نقدروا نوصلوا لها يعني بكل سهولة سيد قبلي ما معليش تقول لنا واش فيها هذه القفه ربما المحسنين يحبوا يزيدوا اشياء اخرى نعم. يساعدوكم باشياء اخرى تفضل طبعا استاذه فيها 21 ماده قطعت المكالمه يمكن الو قطعت المكالمه معليش نعيد الاتصال بسيد قبلي يوم الأربعاء إن شاء الله راحين يوزعوا 800 قفة ل 800 عائلة معوزة أيضا قدروا 800 هما حابين يلحقوا 1500 نلحقوها إن شاء الله 1500 نلحقوا بإذن الله وربما نزيدوا لما لا إن شاء الله بخصوص اللباس أيضا فيه 300 لباس عيد جاهز ما شاء الله وحنا حبينا نلحقوا 1000 دونك مازال يخصونا 700 لباس عيد والقفة مازال يخصونا 800 قفة هكذا سبحان الله بلال هو طلع حسابات خلوه هو يحسب انا خلاص راسي تعمر من الحساب هك وهك انا وليت هك لا غير لا هو ماشي مستحيل على كل حال لا غير مستحيل انا نشوف باللي نقدروا باذن الله تعالى نجمعوهم قبل شهر رمضان ويتوزعوا قبل شهر رمضان بالنسبه لقفة رمضان وقبل العيد بالنسبه للقسمه نتاع العيد نزيدوا لها شهر من بعد يعني باش الناس كسوة العيد مازالها وقت يعني الحمد لله باش يقدروا الناس يساهموا باش يقدروا سنعيد الاتصال ايضا ب نعم سيد قبلي معنا على ما اظن الو سيد قبلي انت معنا نعم استاذه مرحبا بكم عذرا عفوا على الانقطاع معليش انا عاود نتصل بك نكمل من حيث انتهينا نعم استاذ قلنا لحقنا لحد الان ان شاء الله يوم الاربعاء راح نكونوا نبداو في توزيع 800 قفة على المناطق النائيه من القطر الوطني ورانا حددنا لحد الان الجمعيات اللي ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في المكتب
ويدوا الإعانة تاعهم. قلت لك الإعانة 21 مادة أساسية على رأسها الزيت والسميد، هذو راهم مفقودين يعني حقيقة في السوق. احنا لحد الآن وجدنا هذه الكمية موجودة والحمد لله يا ربي، فيها القهوة، فيها كثير من المواد ال 21 أؤكد لكن بأن فيها 21 مادة ضرورية لقفة رمضان، من جملتها كذلك الحمص والفريك، هذو ضروريين. يعني أي إنسان يحب يساهم معنا نقول له احنا ماذا بنا، لأن هذو الفقراء رانا متربينهم ونعرفهم، يعني يقبلوا بأي شيء يرضوا به. لذلك نقول للمحسنين يحاولوا كيفاش يساهموا معنا ويعاونونا. أستاذة فيما يخص لحد الآن 800 الملابس كما ذكرتي، رانا وجدنا 300 وما زالت لنا 700، نقول للمحسنين عاونونا. كذلك أستاذة رانا وجدنا 7000 إفطار للمعوزين كل من بلدية سليم في ولاية المسيلة وكذلك بلدية الجلفة اللي رانا وجدنا لهم وحصيناهم، ويعني وحقيقة باش يكون للمستمعين ونقول لهم هذو الناس اللي رانا درناهم في الإفطارات نقدموا لهم إفطارات، يعني ما عندهمش، بنتكلمها بالدرجة، ما عندهمش واش ياكلوا واش يفطروا، يعني ما يشعلوش النار. لذلك احنا راح ان شاء الله 7000 اسره، واذا زدوا عاودونا الناس راح نعاونوا معهم. كذلك استاذ عندنا برنامج الختام هو اللي راح يكون 20 طفل بين ايتام ومعوزين، وهذو في الختام راح نعطوا لهم هدايا ونعطوا لهم اعانات معتبره. لذلك نقول للناس اللي يحب يتصل بنا الرقم راه موجود على الشاشه، ونقول له يحب يسجل معنا نقول له مرحبا بك. كذلك أستاذ عندنا بما يخص كذلك عندنا البرنامج تاعنا الكبير هو مشروع المجمع الخيري اللي دائما نأكدوا عليه ونقولوا لحد الآن راه يخدم، وهذا بفضل الله سبحانه عز وجل. نعم. ويرجع الخير الكبير للقناة اللي ساهمت. لا العفو، هذا الخير كله من المحسنين. لحد الآن راه يخدم وراه بطاقة نتاع بين 35 إلى 40%، يعني الاهداف تاعنا هي فيها 23 هدف، لحد الان رانا حققنا حوالي 11 اهداف اللي راها تنشط والحمد لله، يعني ولقى صدى كبير من المواطنين سكان عين طايا وما جاورها. نزيدوا نقولوا لهم ان شاء الله يا ربي قدرنا ونكونوا عند حسن ظنكم بنا. كذلك نقولوا للاخت تاع فرنسا ان شاء الله الامانه تاعك راهم يوصلوا لمالها، يعني كوني قريره العين، كوني متهنيه باذن الله راح تشوفي غير ما يسرك ان شاء الله. احنا لذلك نزيد نوجه الدعوه تاعي، احنا ماهوش الهدف تاعنا 1500، ماذا بينا نوصلوا اكثر من 2000 صفه، وخاصه كاين شح في المواد الغذائيه الاساسيه من جمله الزيت والسميد، يعني هذا لا يخفى على اي انسان. نعم. لذلك احنا كجمعيه يعني يقدروا المحسنين يتواصلوا مع الجمعيه ويجيبوا ايضا مواد غذائيه باللي مستعدين باش نقدروا نضمنوا على الاقل 2000 كجمعيه واحده، يعني ما بالك في الجزائر توجد عشرات الالاف من الجمعيات ناشطه وراها تنشط الحمد لله، يعني كل جمعيه تقدم واش قدرت، ونقدروا ان شاء الله نرسموا بسمه على وجوه هذو الفقراء والمعوزين وان شاء الله ربي قدرنا ان شاء الله ونكونوا عند حسن ظنكم استاذتنا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك فيكم وجزاكم الله خير. العفو اخي. إذا الانطلاقة إن شاء الله راح تكون يوم الأربعاء، راح ترافقهم أيضا فرقة تقنية وصحفية من قناة القرآن الكريم من برنامج فاستبقوا الخيرات، راح تكون تغطية ونشوفوا عملية توزيع هذه المواد. أيضا نضم صوتي إلى جمعية أيضا كافل اليتيم بباريكا، هذه الجمعية أيضا أطلقت مبادرة لجمع 10,000 قفة لشهر رمضان. الجمعية تهدف إلى مساعدة الأيتام القاطنين في عدة مناطق نائية من الوطن في عدة ولايات، وهي تصبو للوصول إلى 10,000 عائلة. إذا جمعية سيد قبلي دار السلام 1500 عائلة، جمعية كافل اليتيم باريكا 10,000 عائلة بإذن الله تعالى. الحملة هذه والقافلة هي تجسيد لقيمة التضامن الوطني والتلاحم
بين كل فئات المجتمع ومختلف في مختلف جهات الوطن. إذا المبادرة ما زالت مستمرة، التفوا فقط حول هذه الجمعيات من أجل المساعدة ومن أجل أيضا جبر خواطر المحتاجين والمعوزين والمساكين. هي مبادرة كبيرة ولا سيما تاع الجمعية تاع بريكة، بارك الله فيهم، هي جمعية ناشطة بزاف، والعمل تاعهم ماهوش يعني ظرفي أولا، وماهوش في المنطقة برك، يعني راحين يتنقلوا لعدة ولايات من الوطن، راحين يجروا على عدة ولايات. صح دكتور. وكي يدروا على عدة ولايات راحين يكون الاستفادة تكون أكثر والخير يكون كبير. والخير يكون أكثر إن شاء الله، والخير يكون أكبر. الدكتور أيضا جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم بالبوليدة اللي أطلقت حملة طبية. خليك تشاركني شوية في التنشيط، تتكلم على الحملة الطبية. والله الحملة الطبية يعني تخرجنا اولا من الروتينيه تاع الجمعيات اللي مارفين يديروا، وهذا يعني الشيء المهم اللي فيها هو انه اولا يعني ما رايحينش الاطباء هذو اختصاصيين اولا، ثانيا الاطباء هذو مش رايحين يديروا فحوصات برك، رايحين يقوموا بعمليات، والجمعيه تناشد اهل الخير باش يعاونوهم لاقتناء هذه الالات اللي يقدروا يديروا بهم عمليات. نعم. وهما يعني بصفه خاصه وبصفه يعني هكذا للتذكير برك، وهما زوج الات اللي راهم يحتاجوهم. الاله الاولى لمرض العيون يسميوها البروتير نتاع الكاتاراكت او الضبابه او الريطه اللي تاع العينين، ولهذا العمليه راح نديروها في اضرار لان الامراض منتشره ثم. نعم. من جراء الغبار ومن جراء الزوابع الرمليه. نعم هذا الشيء معروف في جنوب الجزائر للحراره. ويحتاجوا ثاني على الاقل اله ولا اثنين نتاع ليكوغرافي اللي تكون محمولة. باش يقدروا يشوفوا، على خاطر الاختصاصيين هادو عندي ثلاث اختصاصات، الاختصاص الاول هو طب العيون، الاختصاص الثاني طب النساء، والاختصاص الثاني هو طب الاطفال. هادو الاختصاصين هادو يحتاجوا الى هذا لابارين تاع ليكوغرافي، وراهم موجودين انواع كبيره وباثمان يعني مختلفه. نعم. وما همش غاليين بزاف بزاف بالنسبه للجمعيه وبالنسبه للناس اللي يديروا الخير. فكرنا في المبلغ دكتور، فكرنا وفكر المشاهدين في المبلغ هكذا باش يقدروا يساهموا في شراء هذه الالات اللي تبقى لهم صدقه جاريه. نعم. بالنسبه للليكوغرافي 150 مليون الفوق، يعني اقل 150، وبالنسبه للاباري تاع نتاع الكاتاراكت تقريبا من 200 مليون وروح حتى 800 مليون، حتى اللي يقدر يكون هكذا حتى المليار. نعم. على حسب الاختصاص تاعها وعلى حسب يعني النوعيه نتاعها، نوعيه هذه الاجهزه. فقط دكتور هنا ينقل، كنا اعلنا عندما اطلقنا هذه الحمله الطبيه راح تمشي الى ولايه اضرار، قلنا راح تكون في اواخر شهر فبراير، لكن بعد ما اتصلوا بنا الجمعيه لاننا بقينا في تواصل معهم رايحين ياجلوها الى ما بعد شهر رمضان ان شاء الله. هي فرصة ايضا لكل المحسنين انهم يشاركوا في هذه الحملة الطبية. مازال الوقت باش يزيدوا يشاركوا، مازال الوقت شاركوا فيها، تكون لكم صدقة جارية باذن الله تعالى. هكذا نعم اكيد هذه الالات والله من افضل واعظم صدقات الجارية، صدقات جارية كثيرة من اشهرها المساجد والمدارس القرآنية والآبار والآبار، صح لا تنحصر الصدقة الجارية في هذه الأشياء، يعني قد تكون طريقا، قد تكون مستشفى، قد تكون مدرسة، قد تكون مثل هذه الآلات التي يستعملها وهي تستعملها الجمعية ولا يستعملها أطباء مرة ومرتين وثلاثة وهي وقف، لأنه يعني يبقى عينها. نعم. نعطيك مثال بسيط. نعم. لكاتاركت هذه الضبابة. نعم. إنسان شغل دير ضبابة قدام عينيه ما يشوفش، كديروا العملية بهذا الآلة هذه راح تنحيلوا الضبابة، شغل واحد كان غارق في البحر وخرج ولي يشوف. سبحان الله. اولا هو راح يستفاد، ربما راح تنقذه من بعض الامور اللي ربما لو كان قاعد بالاخرى ما بلا كاتاراك تاعو ما يشوفهاش، دونك تسمى صدقه جاريه. والنتيجه نتاعها تبان فوريا ثم بعد العمليه. صح. الانسان يكون
بلك أسبوع من بعد يكون لباس عليها. الحمد لله إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. هذا وقف، إحنا دائما نوريكم سبل الخير، وافعلوا الخير وكونوا من السابقون السابقون فاستبقوا الخيرات، يعني كل نعم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منهم صدقة جارية. الصدقة الجارية يجري عليك أجرها إلى يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله أو إلى أن تزول تلك الآلة على الأقل إن شاء الله. نعم. ننتقل الآن إلى الحالات. بسم الله. بسم الله وتبارك ونتبارك بالله سبحانه وتعالى مع أول نداء، وهو لشاب جنوني عابد من ولاية تيارت. هو شاب في مقتبل العمر يعاني من مرض مزمن، هو مرض وراثي قد أصاب الأخ الذي توفي من قبله، وهو شاب جامعي، يعني تقدروا تتصوروا شاب جامعي جاي للدنيا كما يقولوا، نتكلموا الآن باللهجة نتاعنا، يعني جاي للدنيا وهو مريض ويحتاج إلى سيارة للمعاقين، يحتاج إلى بساط للمشي وأدوية عديدة. نشوفوا هذا الروبورتاج اللي قامت به الزميلة ميلينا ياسف، ثم نعود مع الدكتور ليشرح لنا الحالة بالتفصيل، وأيضا أخي بلال كي يحفز الناس والمحسنين على الاتفاف على هذه الحالة، للاتفاف على هذه الحالة. والحمد لله ولا إله إلا الله. خويا الله يرحمه بدا بكري، بدا هو مولات صافي، بدا من بدا في 97 98 كان في عمره، هو سيد الوقت صافي في 98 عدوا 8 سنين هكا بدا. وانا بداني من 2014 صافي 2014 عندي 25 عام. شو كنت ندير رياضة نقاوم له، كنت نمشي من بعد تقريبا 2014 زاد عليا موليش نطق نمشي حتى من الجامعة، بدك شغلي حاصرني نقص عليا مسافة، بديتي بشوي بشوي حتى وليت ما نمشيك أكست له في الدرجة، عندي صعوبة يبين نمشي في الدرجة، عندي صعوبة يبين نطلع صابديت ذروة خلرت من الباب نقول إني عييت ما طقتش خطرت في التوبيد نقول لها اني عييت. هي شغل نمشي بالكرات نمشي في قطاقته ساعت شغل ما على مكاش امكانيات بان امكانيات بان تعرف تقريبا اني شريتي قديها شريت ابار بما نقعدش بير قاعدها كفلا اني شري ابار خطرت جبت فيلو بصا خسرت لي ولا لقساني جابي هذي بنت حالك عادي ندير موب موانا فطار تسابت دير ريدك اصمع هذي شيء مكانيش بنت حالك، وانا الطفل حتى عايد لي بيت جيت هنا اني حتى حبسوا على خدمته بيت جبته مكاش لوطو، كان لوطو واحدة انا عدنا فطار اللي نتحركوا بيها كاش غير شو ما عدناش انا عدنا دخل واحدة هنا كتشوية ما لي ربي رحم لي ملي مات خو هو يبكي ملي مات وصار فيه كيما خطأ والله تصعيب يا فهمي يحسبها يا ربي بر كان ربي كان كيما نقول لأمكم عبيك عارفين شكاين كون يجي واحد ياخذ لك عم على بالي شكاين بس انا على بالي اني رابط امي وبيا انا خطرت شي والله حتى كنت نربط اختي معايا هنا اللي كراعي ما يبا مرة خطر ما عديش بيرو على السبيطان بدي كراعي اللي شاري صوالي هنا وقال لي في الدار انا عيط لها الموتو تشوف على الاقل هاي عندي تكون عندي سهولات على السير فيها
نقدر نخرج من ندير بزاف صوالح. خطرة شي كما نقولوا تبغي تقضي صوالحك ولا تجيب كشوري قبل حتى تعيط الكوار ديرون جاي معاك قد تعطلوا على خدمتك. خطرة تكتروا في تاكسي وما عادش امكانية نبي نتحرك. خطرة اني في عامين معاك رعيان يعني. كنت نروح اليوم السبيطار كان عندنا سيبنا باللوطو هكا نروح معاه من بعد كنا نبيعها ولا صاي. وما حاولش تشريها مع لاكازوغال؟ حاولت نشريها كازورو قال لي لك تكون خدام خدام وفغلا وبغى ندير بون الكتريك. بون الكتريك قال لك شغل قوي مكرم زايرين ما تقدرش تجيب بون الكتريك. قال لي عندك لافور سيد بن وكشو قام يعطوني ذاك بون الكتريك ما تقدرش انت بلاصي بيه راه بعيد علي بزاف تروح دير سبور. صلت على سبور ريد كازر من ناحية الكارما بدلوها في كارما بتمشي لك بهذيك الاخرى كاروس الكتريك كذا تحبسك الطومبان ما تقدرش ندمرها. اللي خلي كيما نقولوا هذاك الموطو الكتريك الموطو على الاقل بدي بلاصي بيه إعاقة عمرها ما تكون حجز. الحجز هو كان الناس المجتمع اللي كون دار بيقول أو ما تكش رياح وكان اللي يقول بس الإعاقة عمري واللي كان تعجز قديم كما قال هذه القاعدة. كون كما نقول بديت مع مرضك صغير عادي تقبلها بس كيف أنا كبرت ونقرأ في الجامعة عادي نمشي نترك تلعب بلوطة معهم تبرك هكا ثاني ما تقبلهاش. الحمد لله قال لي جمع عند ربي خيرها خيرها وما نعرفش خمن ربي. انا قادم ممكن الواحد يبدل لك حياتك هكا بيلك فيه تقعد هكا ممكن تكون تمشي ولا قادر يدير لك شي خلاف يعطيك ربي كما يدير لك ربي مرضيه ذي سبب يقربك ليه. والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله على نعمة الصحة. يعني دكتور شاب في مقتبل العمر يعاني من هذا المرض وهو مرض وراثي وراه غير يقدر يزيد يتطور أكثر من هكذايا. لكن شفنا هذه الكلمات تاع الحمد لله اللي جات من عند ربي الحمد لله جيد. يعني دائما هذه الكلمات نصيبوها عند كل الحالات اللي تمر اللي تمر معنا الحمد لله الحمد لله. إذا الشاب قنوني عابد من ولاية تيارت. أولا دكتور وصف لنا هذا المرض مرض فريدريتش أو فريدريك. واش هذا المرض واش هي ربما واش يقدر ينصاب مستقبلا واش يزيد أسكو يزيد يتطور له هذا المرض؟ هو على كل حال المرض تاع فريدريك هذا ولا لأنه ألماني اللي اكتشفه ولا كان اللي يقولوا له ما مرض فريدريش. مرض فريدريش أو فريدريخ هو مرض عائلي يقيس الأخوة. كاينين شاهدنا في الحصة هذه عدة عائلات منهم عائلة في تيارت عائلة في تسمسلت اللي فيهم أربع أفراد ولا خمس أفراد اللي كلهم يعانيوا من نفس المرض يعانوا وعائلة واحدة أخرى مش في تشوين ثاني كيف كيف أربعة ولا خمسة أخوة وخواتات اللي يعانيوا من المرض هذا. المشكل في المرض هذا هو أنه الإنسان كيزيد يعيش حياة عادية حتى لسن معين. كاين اللي تحكموا على 14 سنة كاين 15 كاين حتى 20 إلى غير ذلك ويبدأ بتشنجات ومن بعد يولي شغل شلل شلل نصفي. الحركات تولي بطيئة تولي ما تقدرش والمرض هذا يتطور ويقيس العائلة يعني الإخوة والأخوات يقيسهم في ضربة واحدة. المرض هذا إن لم هو على كل حال ما هوش معروف للدرجة هذه يعني ما عندوش علاج جذري ولكن باش نحبسوا الانتشار تاع المرض هذا كان اشياء كثيره اللي لازم يديرها هذا المريض هذا
من بينها إعادة التأهيل والحركية باش ما يوقعش أنا أشوفه فيها ويتحرك بصعوبة. إذا كان ما يديرش التأهيل والحركة يعني الرياضيات حركات رياضية رايحين التشنجات هذوك يكبروا يقواب. ورايح يوصل لواحد الدرجة وين يبسوا كامل المفاصل تاعو وتنقص الحركة يعني بصفة كبيرة. ولهذا لحسن الحظ الأخ راهو طالب جامعي يعني تحدى هذا الإعاقة تاعو، ولكن الحالة الاجتماعية ما تسمحلوش باش يكون عنده هذه الأمور هذه. أولا لازم له باش يتنقل، وباش يتنقل لازم له زوج وسائل اللي نورمال ما يكونوا عنده. التنقل اللي قريب تكون عنده كرسي متحرك كهربائي، والتنقل اللي راه يطلب فيه هو اللي يكون يعني باش يروح الجامعة وباش كذا وباش كذا، تكون عنده دراجة نارية ذات ثلث عجلات اللي يقدر يمشي بها. ولكن هذا ما يكفيش، لان قلنا اللب نتاع المشكل هو في اعاده التاهيل والحركه. واعاده التاهيل لازم يكون عنده وين يدير اعاده التاهيل. اعاده التاهيل تتطلب تنقل، تكون عنده تتطلب اموال اللي لازم يديرها، وكاينين اشياء اللي يقدر يديرهم في الدار كما هو راه يطلب دركا ان طابي باش يقدر يدير فيه حركات رياضيه في الدار. نعم. لان عنده يعني اراده كبيره اللي تقدر تعاونه. لا شفناها ايضا يعني باشوش. نعم. وحامد ربي نخلي لك هنا نداء للمحسنين. نعم. يحتاج سياره للمعاقين، يحتاج بساط للمشي وادويه. نعم. أدوية فيها مراهن، أدوية وإعانة لإعادة التأهيل شرطه. إعادة التأهيل. أنا قبل ما نوجه باختصار لأنه ما زال عندنا حالتين. لازم يحمد الله عز وجل الإنسان لما يشوف مثل هذه الحالات، الحمد لله. فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، رانا في نعمة نعمة كبيرة. صح. باه نحافظوا على هذه النعمة لازم نشكر النعمة. من تمام الشكر إعانة مثل هؤلاء. إن شاء الله. على الأقل الإنسان يبعد السوء والشر على أولاده، خاصة خلعنا طبيب قال لك قدر يكون الأولاد لا بأس بعد سن معين يجيهم هذا المرض. يا رب يعافينا. فمن تمام من طرق إبعاد المرض التصدق، داووا مرضاكم بالصدقة، إبعاد صدقة الصدقة تبعد مصائب المصائب والأشياء. فأنا أدعو إخواني وكل من يسمعنا ويشاهدنا عبر هذه القناة المباركة أن يساهم ويساعد الأخ عابد. الأخ عابد من ولاية تيارت. نعم تيارت. نعم. وأهل تيارت هم الموجه لهم الكلام هذا بصفة خاصة، وكل من يشاهد بصفة عامة في شهر شعبان أو خارج الوطن. نعم. على شهر الطاعات والعبادات. يعني لما تشوف شاب مثله يبكي ذاك البكاء، أظن أن كل من شاهده واستمع إليه قد بكى داخل أكيد. قلبه قد بكى، فلا بد أن نعينه وأن نلتف حوله، ويحتاج ما ذكرتم وما لم نذكره. فحال العائلة حالتها يعني يرثى لها حالة اجتماعية هشة. نعم نعم. مروا الحالة الثانية إن شاء الله. الحالة الثانية دكتور أخي بلال. نور الإيمان زنيمي من الجزائر العاصمة، تحتاج هي الأخرى طفلة صغيرة تحتاج إلى زراعة قوقعة. نشوفوا الروبورتاج اللي قامت به الزميلة فايزة العارف ثم نعود. والحمد لله ولا إله إلا الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه نور الإيمان بنتي، كي زادت زادت تسمع، ما نكذبش على روحي، نحس إحساس الأم، نحس باللي بنتي زادت تسمع. من بعد بديت نعالج لها على الكلوة تاعها، باسكو زادت بالإعاقة تاع الكلوة تاعها الداخل مبوشية. قال لي الطبيب هكذا، إما لا بديت نجري عليها نجري من سبيطار، إما لا قال لك لازم دير العملية. كي درت لها العملية إمالك بدات من هذيك العمليه وراح ولات بنتي ما تسمعش. حسيت كانت كي تعيط باباها يعيط لها في التليفون هكذا وتسمع هي بيبي صغير، كانت كشغل هكذا تتجاوب معاه. من بعد ولات والو. من بعد كي بدات كي كملت العمليه تما
ولا تعيط، اللي يجي الطبيب اللي يجي يمسها تولي تعيط، انا ما نقدرش نتعامل معاها، سيبه ما صبت حتى حل معاها. من بعد بابا حتى جينا لهكاك وما فاقتش، قلت بالك بها غير تبدلت عليها الحاله، بالك هي في السبيطار. كي جينا للدار بدا بابا يعيط لها، ما تدورش خياتها، يعيط لها ما تدورش، نور الايمان نور الايمان ما تدورش. من بعد تما اكتشفنا المصيبه. مور العمليه بشهر، خطاش هذاك الشاقه قالت لك بابا غير ما تخلطيش فيها، بالك بها العمليه وكامل. قلت لها سي يعني نحس بنتي وباباها ويحس بلي ماهيش تسمع. من بعد بعثتني، بدات تبعثني السبيطار، قالت لي هكذا روحي شوفي. من بعد وصلت بيا، بديت نحوس على البريفي وانا ما عنديش. وصلت حتى بعت المجوهرات تاعي لي تعرسي، بعت كاع على بنتي وجريت عليها حتى وين. قال لي طبيب لازم لها لامبلون، لازم لامبلون باش تولي تسمع. زراعه القوقعه. ايه جريت كيما كان الحال. راني دوكا ما نور ايمان دوكا شعرا فيها ولا مرتاحه؟ دوكا في عمرها 4 سنين و 8 شهور. يعني عندها ملي كان عندها 9 شهور من بعد جات الكورونا ونجروا في السبيطار، قال لك ما مش يديروا في هذه العمليه، نحلل نبكي طبطب كاع السبيطارات. قال لك مادام ماناش نديروا في هذه العمليه. بقيت نستنى غير كش واحد يطقطق في داري يقول لي نستنى، كاش محسنين، كاش واحد يعاونني، كاش انا نحوس بنتي باك تسمع. قلت له نرجع للسبيطار ونشوف نسيي معاها. كي رحت للسبيطار قال لك طبيب صح ما تسمعش بنتك، ومادام صبري انا شدينا الدوسي تاعك وصبري. والوقت ايش هي عندها 4 سنين، من كان ملي كان عندها عام وهنا نستنى وهنا نستنى، هاي 4 سنين. ايه بصح لازمك القوقعه، لازم قال لي لازم باش تبدا تهدر، هاي ديجا اللي كل تاعها وصل باش تدخل سنه اولى وما كاش. الطبيب قال لي 250 وحدها هي 250 بلا تكاليف تاع السبيطار ولا باش يديرها لها وكلش. ما قالليش ممكن تكون كثر. وشنو قال لي ماذا بك ديريها في السبيطار؟ باسكو موراها لازم تبعي لوختوفونيس، ولازم راكي عارفه وكي سقسيت قال لك لوختوفونيس باش تبعيه ساعه وحده ب 250 ولا سما ولا 400 ما نقدرش عليها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ربحاني الوقت راح نتكلموا على هذه الحالة فيما بعد، لكن الآن نمر إلى الحالة الثالثة المبرمجة في برنامج اليوم، وهي لعائلة قصري عمار من بوسعادة، وهي حالة اجتماعية بامتياز. راح نشوفوا الروبورتاج وتلاحظوا كل شيء يعني نقول فيه بعيونكم. والحمد لله ولا إله إلا بيت يفتقد لأدنى ضروريات الحياة، عائلة تعيش الفقر والعوز، عائلة تعيش حالا بائسا، وهنا بمنطقة القيسة بمدينة بوسعادة. عندي ستة. ستة في كلهم مرض؟ وكل مرضى، كل مرضى نعاني من الليل ونهار ما يرقدوش. وشنو هو المرض تاعهم عند محمد؟ كل واحد وشي ما لحقتمش الدواء حتى نقص. واحد يقول لي مرض توحد، وكل واحد طبيب وش يقول لي وما لحقتش الطبيب اللي باين محسوب عين لي المرض تاعه. نعاني منهم وما لحقتهم لا في الدواء تاعهم لا في اي حاجه، مش لحق له. انت خدام؟ لا مش خدام، ماهيش نخدم. اعلى جلد ما نخدمش. ما تقدر لهمش، امهم كبار ما تقدرش تعافرهم. تعاني ياسر يضربوا فيها وتعاني ياسر. ما يهدروش اصلا، قلقوا هكذا ما يهدروش، وما اكتشفناش المرض تاعهم زين حنا. قصعت تروحوا لطبيب عام ما يعطيناش عليه، ما يشخصناش المرض شنو. 5 سنين هكذاك في عمره وبهن فوق به. وخمس سنين كان يهدر قبل. كانوا يحاولوا كل راحين ينطقوا يعيطوا بابا ماما، يعيطوا مثلا على القهوه، يعيطوا على حاجه تسموها حاجه ما يسموهاش. من بعد يجيهم المرض هكذا يدوخوا ويبداو يعيطوا ويكسروا. عندي اختي ديما تضرب بابا وما عرفش كيف يتعامل معاها، يعني مريضه الله غالب، تحتاج دواء، تحتاج علاج، تحتاج متابعه نفسيه، تحتاج مانيش عارف الله غالب، ما عدناش واش نديروا معاها. هنا نعس فيهم هكذا يبداو يعافروا فيا ساعات. هذيك طفله منهم صباح هذيك تضربني تعيط ياسر، خاصه القش ما تشتيش الناس اللي يجونا ساعات، تخاف كيما يقولوا تصوير هكذا، تخاف منها، عصبيه ياسر.
دروا لها قوقعة تاع بها تسمع. كانت ما تسمعش. ما درنا لهاش. ما درناش قوقعة. إيه درنا لهاش قلنا عندها عملية في الأذنين الاثنين وما درنا لهاش. هذه اللي بغيتي تضربك. إيه واللي أكبر منها فطوم قال عندها سماعة برك. وما درنا لهاش. طبيب العام كل واحد وش يقول لي؟ يقول لي راني حكيت، يقول لي مرضت واحد، يقول لي أعصاب، كل واحد وش يقول لي؟ وجهني للطب اللي ومن بعد ما لقاش بها نروح لهم انا طبعا ما كانش. لانك ما عندكش. ما عنديش ادفع. ما عندكش شهريه. ما كان لا شهريه لا والو. الراديو تاعهم ب 100 300 3 ملايين 4 ملايين عقب ما كان. هذا الدواء من كانوا صغار ولا 5 سنين يشربوا فيه، وكي كبروا خطره كانوا 5 سنين ودرك ما يطيحش عليهم الدواء هذا. يعثر عليهم ياسر هذا. راك تشربوا لهم دوك؟ انا نشرب فيهم من الطبيب الاولي كي ديت لهم الطبيب الاول عطى لهم هذا الدواء قعدت نشرب فيهم. ملي كانوا صغار. هذه المشاهد تتكرر يوميا ليلا نهارا، لا نوم لا راحة، فقط تعب إرهاق وألم. هذا الدار خاطيتني، هاي طايحة لي يعني في جبل. ها كما راكم تشوفوا راني في جبل دريك جبل، مانيش ما عادش الدار، راني في ساكن في جبل. راني بات للقطرة، بات هاي الدار طايحة، هاي طاحت عليا دار. طاحت راك درك تشوفوها هنا، درك تشوفوها طاحت عليا ونعاني. راه عندي مدة 17 سنة وانا راني نعاني في هذا المشكل. لا سكنة لا والو، باتوا الفيزيكو لا باب لا كما راكم تشوفوا لا باب لا حتى حاجة. اللي راه درك دارتني لا دار ما كانش والو. عندي 9 سنوات وانا داير دوموند على السكن. ما عندنا والو يعني كما راكم تشوفوا، لا طيقان لا رانا في كراج هنا عايشين استما، رانا صابرين هكذا. ربي نساكش ما ربي يفرج ولا المؤمنين ولا هكذا. راني نوجه نداء للسلطات المعنيه يشوفوا علينا بنظره تاع رحمه كش ما يخفوا علينا، يعني لان السكن يعني الهمي هو السكن. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شفت حالات لكن كما هذه الحالة ماذا ما شفتش. مرض، فقر، ميزيرية، لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور نرجع الآن للحالة اللي قبلها. نور الإيمان زنيمي زرعت قوقعة إذا كفى الوقت ثم هذه العائلة هذه. نعم. وقت داهمنا بالنسبة تفضل دكتور. الطفلة نور الإيمان تكلمنا بزاف على الحالات كما هذو اللي لازم لهم زرعة قوقعة. وكل ما نعاودها دائما، كل ما تكون العملية نتاع الزراعة هذه تكون في سن مبكر قد ما تكون النتيجة أحسن. ولهذا في كلمتين نحثوا الناس باش يعاونوا هذا الأخت هذه باش دير العملية لبنتها، وهذا الأخ باش يديروا لها العملية ربما باش تولي. تكلفة تاعها شحال دكتور؟ مش هكذا يعرفوا المحسنين شحال؟ نعم. شحال تكلفة تاعها قوقعة؟ 350 مليون هكذا؟ 450 مليون. دونك مليح كي دير العملية نتاعها في سن مبكر، ولهذا نحثوا الناس باش يعاونوها درك. اما بالنسبه يعني للحاله الثانيه اللي شفناها هي حاله يعني اجتماعيه، حاله مرضيه، حاله اعاقه. نعم. اعاقه ذهنيه يعني معاناه كبيره بزاف، ويحتاجوا الى دعم والى اعانه من طرف الاخوان يعني اللي. وهذاك الدواء اللي كان يوريو فيه يشربوها أمراض عقلية يشربوه يعني على مدى الحياة. هذاك لازم تشربوه مدى الحياة. وهو يقول بلي ما يقدرش. إيه لازم 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 لها الدواء، لازم لها الدواء الطفلة هذه. وحتى زميلة فايزة العارف تقول إنه يعني الأب حاب يقعد مع أولاده، يعني مش من الأباء هذوك اللي حاب يتهنم ولاده. قال لك ماذا به برك فقط الناس يعاونوا. يقدرش يتهنم من ولاده يعني حتى يحب قال لك هكذا يروح للمركز ما حابينش يبعثهم للمراكز باش يقدر يجيب لهم الدواء، باش يقدر يكونوا في 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 منزل يعني اللي يليق بهم تكون عندهم معيشه يعني محترمه. لان الفقر كبير والمعاناه كبيره والمرض كبير في الحاله هذه. يعني
التفاقم تاع الامور من كل جهه عليهم. سبحان الله. ولهذا يعني ماذا بين يعني ناس بوسعادة، ناس كل قطر الجزائري حتى للناس اللي في الخارج يعاونوهم. يعني حاله كما هذه لازم اللي نقوموا بها. صح دكتور. اخي بلال، لا اله الا الله، سمعتك منذ قليل وانت تشوف في الريبورتاج تقول هذا لازم له الجنه. يعجز اللسان حقيقة على الكلام عندما يرى مثل هذا. أنا أضيف كلامي، لم أرى أبأس من هذه العائلة. حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. كان الله مع هذه العائلة، يعني كان الله مع الوالدين ومع الأخ الكبير. يعني معاناة بمعنى أتم الكلمة. والله لو كان الفقر فقط ما أظن إن شاء الله يموتون جوعا. بصح تعود العائله ما شاء الله، وهذا يتكلم مع هذه وبنتي ووليدي، وراهم يكبروا على مضض وعلى فقر وعلى جوع قليل وعلى عدم كسوه او برد، لكن بهذه الصوره لم ارى ابأس منهم. لا اله الا الله، فكان الله معهم. فانا ادعو كل اخواني، كل محبين القناه وكل محبي الخير ان يلتفوا حول هذه العائله، وادعو السلطات المعنيه في بوسعاده واهل الخير رئيس البلدية، فمثل هذه العائلة أولى بسكن لائق. أولى من غيرهم. والحمد لله مثلا في ولاية التمثيل وغيرها كاين السكنات الريفية وغيرها ويعاونوهم. فأنا أدعوه، لا حول ولا قوة، إن أراد الخير فليبدأ بهذه العائلة ويعينوهم بالأدوية، بالألبسة، بالأكل، بكل شيء. كل شيء يعني يحتاجوا كل حاجة. سبحان الله، لا اله الا الله. والله ما لقينا واش نقولوا. يعني انا قلت لك شفت، لكن مثل هذه الحاره مازال ما شفتش. تخيل البرد كيف يجوزوا، يعني سخانه، لا نوم، لا راحه، لا اكل، لا لباس، لا اله الا الله. كلش حاله لازم تاخذ بعين الاعتبار. يعني يمكن شوف احنا شفنا بعض الصور مثلا هكا الان، رمضان دخل علينا. نعم، تفكروا اي رمضان، اي رمضان يعني لهذه العائله هذه. يعني لو كانت العائله غنيه لما رأينا مثل هذه الصور قليلا. نشوفوا إنسان ما عندوش عقل يتصرف تصرفات طائشة، ما عندوش العقل. بصح تشوفوا بلباس يعني جميل ويمكن نظيف وإلى غيرها. صح. بصح الفقر زاد عليهم، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. لا إله إلا الله، كان الله معه، كان الله في عونهم. وإن شاء الله إخواننا المحسنين والمحسنات، ما أظن أنا لو لم نتكلم لكان لهذا الروبورتاج صدى، ويعاونوهم خاوتنا بإذن الله عز وجل. إن عائلة قصري عمار أظنه، والله أعلم، سامحيني أستاذة. تفضل. الله يستفضلك. خصوا لهم يا جمعيات الخير، جمعيات ما شاء الله، كاين جمعيات بالعشرات بالمئات بالآلاف في الجزائر. خصوا لهم شهرية. الله يحفظكم، دبر روسكم. والله الجمعيات هذه قفة رمضان وغيرها خصوا لهم مبلغ مالي، خصوا لهم يعني كمية معتبرة من المواد الغذائية الأساسية، مثلا الدقيق، الزيت، إلى غيرها. فأرجو من إخواني أن يلتفوا حول هذه العائلة. يا رب. وأظن إن شاء الله راح نعودوها، ما نكررها. عودوها أكيد. كل الحالات تسعى اليوم جديدة. أدوية مهم بزاف. نعم. مهم بزاف بالنسبة للإعاقة تاعهم. السكن الأب والأخ الكبير كلهم ذكروا السكن، المهم السكن. السكن يكون عندهم مثلا مكان للاغتسال، دوش هكذا ما شاء الله كذا، تنقص شوية معاناة. تنقص شوية صح. بذيك الصفة لا إله إلا الله. يا رب يكون معهم، وأيضا نضم صوتي لصوتك وصوت الدكتور وصوت العائلة باش نقدم هذا النداء لكل الجزائريين انهم يلتفوا حول هذه الحاله الاجتماعيه. عائله قصري عمار من بوسعاده باش تعاونوهم، وحنا داخلين على شهر رمضان، وربي ان شاء الله يجازي الجميع خير الجزاء. اذا بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه البرنامج. شكرا لك اخي بلال على كل ما ذكرت وكل ما نصحت به إخواننا وأخواتنا. شكرا لك دكتور على كل ما أيضا نصحت به إخواننا وأخواتنا، خاصة في مجال الطبي، وأيضا النصائح اللي أعطيتها لهم والدعوة لفعل الخير. شكرا مشاهدينا الكرام، تحيتي وتحية كل الفرقة التقنية العاملة على هذا البرنامج، ومعدة البرنامج السيدة ميلينا ياسف، وكل الصحفيين الذين قاموا وأعدوا هذه الروبورتاج
روبورتاجات من أجلكم. نلقاكم إن شاء الله الاثنين المقبل بحول الله. أنتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات.